بروح ويا أحمد، ما راح أتأخر بالكثير ساعة، عندي معاملات كلفني المدير أراجعها الليلة. وين بتشوفين أحمد؟ يمر علي ونروح الكازينو بالسالمية. زمانكم غير زماننا يا بنيتي. أنت واثقة في بنتك ولا لا؟ واثقة. أي خلاص اطمني، وعند جريب راح أجيك وأقول لك حضري نفسك، أحمد جاي يخطبني. هذه الساعة المباركة حظة من السماء إذا هو صاج. لكن اللي محيرني إني ما أعرف عنه غير اسمه، ليش ما تخليني أشوفه؟ أعطينا فرصة وأكيد بتشوفينه وبتعرفين عنه كل شيء. ألو أحمد، يلا أنا جاهزة، مع السلامة. طالع؟ اي عندك شيء؟ وين؟ بالتأخر؟ ما ادري، يمكن تمر علي نجاة واروح معاها الجمعية. يلا يما مع السلامة. الله يسلمك يا بنيتي، لا تأخرين. إن شاء الله. نورية، صار شيء جديد؟ جديد لا. أكيد؟ عيل إيش فيك حزينة؟ تفضلي داخل، أروح أغير ثيابي.
خلصت. تو الناس ليش لعيلة؟ عندنا وقت وايد. طن زين؟ هو لو؟ يلا. ليش ساكت؟ ودي اطالعك واظل اطالعك وانا معاك، احس باطمئنان لذيذ ينسيني كل الاسئله اللي تشغلني وانا بعيده عنك. بس شنو؟ بس ضروري اعرف عنك كل شيء. مصيرش راح تعرفين عني كل شيء. متى؟ بعد لما يجي الوقت. ما ادري، أمي صارت تشك فيني. هي ما تعرف عنك غير اسمك. قصدك اسمي الكامل ووظيفتي وعنواني؟ زملائي وزميلاتي اللي شافوك معي أكثر من مرة. تصدق؟ حتى أنا صرت أشك بنفسي بعض المرات. تليفون بيتك ما بغيت تعطيني إياه. إي بس أنا أعطيت الشيء. بعد إلحاح. ولما عرفت إني ممكن آخذه من الدليل. بس اللي شاغلني أكثر وأكثر إنك ليش حلفتني ما أتصل فيك في البيت؟ أنا خايف على علاقتنا. أنت بتزوج وخاش عني؟ أنا راح أتزوج وعن قريب. إيش رأيش نرجع البيت أحسن؟ ليش؟ عندنا وقت وايد. لا، نرجع أحسن. بعدك مشغولة بموضوع أحمد؟ أنا اللي شاغلني أكثر، شلون راح أقدر بعد كل هالمدة أرجع البيت أهلي وأعيش فيه مرة ثانية؟ أنتي متشائمة وايد. هذا هو الواقع، كلمة الطلاق صارت ترور بيننا كل يوم والثاني. يعني ماكو أمل؟ أمل؟ في أمل. آخر واحدة يحبها أحمد اسمها أمل، يقولون عنها إنها موظفة بواحدة من الشركات. من هاللي يقول؟ الناس كثيرين يتمتعون بنقل الأخبار ويقولون عنه إنه كل يوم هاد وظيفته ورايح لها. شلون كذي؟ ويقولون بعد إنه ناوي يخطبها. لا ما ظنيت يسويها أحمد. لكن أول يطلقني وبعدين يخطبها على كيفه. نورية يعاد هذا كلام؟ إيش قصدك؟ قصدي ما تستسلمين بهالسهولة. إيش تبيني أسوي؟ ما في شيء، بس تأخرت. أم الحين تنطرني. من حقي تظلين معي، وانت معي أنا أنسى كل همومي. على تعرفين شلون الهموم تحاصرني. مصيرش تعرفين.
صدقي ما زلت احتفظ فيه لانه عزيز علي. كاني من غير ما تطلبين مني قلت لك اشياء كثيره عني. قول بعد، قول اكثر. تدرين شنو اللي يدور ببالي الحين؟ شنو؟ ودي ارسمك وجهك بالذات عنده قدرة غير طبيعية على التعبير عن فعلاتك. انت ترسم؟ اتمنى لو اقدر اصيد لحظة الانفعال هذه واجسدها باللوحة. تصدق؟ من الاول كنت حاسة انك فنان. طالع ايش كثر هالمعلومات اللي عرفتيها عني الليلة؟ ومن متى انت ترسم؟ زمان، يعني من سنوات تقريبا، وشاركت في بعض المعارض. والحين؟ لا الحين بطلت. ليش؟ بسبب وضعي في البيت. ايش في وضعك في البيت؟ ايش في وضعك في البيت؟ لا ما صيرش تعرفينه. لا من حقي اعرف الحين. الحين انت ممكن تروحين البيت لانك تاخرتي. هو اللي قاعد بعد ما تعشى هو عياله وبيته طلع على طول ورجع، بس انا جاي شوي شوي على راحتي. انا ما كنت ما ادري عنه هو طلع. بس انت اللي دامه. اي انا دعمته بس انا ما ادري عنه لانه هو طلع بسرعه بسرعه. لو سمحت. لا لا انا كنت راجع بس ما كان متفق. هلا كنا اعطينا كل واحد يعطينا اجازه الدكتور. شلون صار عندكم الحادث؟ مو هذه سيارة أحمد؟ مو كذي؟ سيارة أحمد ما غيرها. طيب ايش عنده جاي هني؟ طالعي في شرطي عسى ما تكون عنده مشكلة. بس الأخ لما طلع رجع رجع بسرعة ما كان منتبه هو بعدين ما ولع على الكتات اللي أحمد خير؟ أحمد من هذا اللي كلمتك؟ أنا بعدين أوضح لك. إنزين تسمع توصلنا البيت؟ ما يخالف بس أنا مضطر أتأخر مع الملازم شوي. ليش تأخرتي؟ كان لازم أتأخر. Thank you.
أنا نازلة، مع السلامة. نورية، ودي أقعد معك شوية. تفضلي. تعبانه وايد. من كان يظن؟ تبين الصج؟ انا ما توقعت احمد يكون، ما توقعت نشوف احمد مع واحده ثانيه. وكذي نورية، ودي اقعد معك شويه بس خايفه احمد يدش علينا. واذا دش اكيد راح يصير بينكم اخذ ورد. انتي متفائلة وايد. اخر مرة صار فيها اخذ ورد بيني وبين احمد يمكن من 6 أشهر او اكثر. انا رأيي ننقل طاولة هذا الطعام مع كراسيها من الزاوية هناك. رأيي وهالصالة ايش تبي تسوي فيها؟ الصالة الله يسلمك ممكن احنا نفرشها سجاد ونخليها مفتوحة كذي على طول. ما فهمت قصدك. قصدي ممكن نخليها للمناسبات او لما تكون عندنا حفلة. ردينا على الحفلات. بعدين انا عندي نية ارجع ارسم مرة ثانية. ان شاء الله تبي تسويها مرسم. اشوفك انت محتار بهالصالة، ما تعرف شو تسوي فيها. فكرة حلوة، لكن أنا شايف المكان مثل ما هو. شو اللي منعكم من تنفيذ الفكرة؟ أنا عرفت ليش. واضح من صوتها ولهفتها انها تحب احمد وخايفه عليه. وبعدين حسيت ان احمد مو احمد اللي انا عارفه. كان خايف، كان مضطرب، كان ما ادري. احمد خير؟ نمشي بسرعه. حسيت يبي يبعدني عنه باسرع وقت. شلون؟ بعدين اوضح لك. معنى هذا انه هو يتهرب منك او خايف اعرف هذا الشيء وانهي علاقتي فيه. الظاهر اكو علاقه بين هذا الشيء وبين نوريه. بس اللي محيرني يا يمه اني ماني قادره اعرف شكل علاقه نوريه باحمد.
خوفك انها تكون نوريه زوجة احمد وهو خاش عنك؟ لا لا يمكن تكون زوجته. الليله بالذات سالته اذا كان متزوج وقال لك ماني متزوج، مو كذي؟ قال لي انه رايح يتزوج وعن قريب بيتزوج. عيل ماكو غير احتمال واحد، انها تكون نوريه حبيبة احمد. ماكو غير هذا. بس قلبي يقول لي ان احمد يحبني. والحين هو وعدك يتصل فيك مو كذي؟ ليش ما اتصل؟ ما ادري، بس هو عطاني تليفون بيته. اتصلي شوفي. رأيي تفكرين بهدوء بشكل كافي بكل خطوة قبل لا تسوينها. هذا إذا بقى شيء يستحق التفكير فيه. بيأسك هذا راح تعقدين الأمور أكثر وأكثر. ألو؟ 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 تعقيد الوضع وحل هني عند أمل. والله فكرة. ليش ما تحاولين تكلمين أمل؟ أنا أكلم أمل؟ يا ربي مو معقولة، نفس الصوت. نورية هي اللي شالت التليفون؟ يعني هذا إن نورية ما هي حبيبة أحمد؟ فعلا لو هي حبيبته وبس ما سكنت معاه في بيته. تليفون حقك. ليش؟ في حد اتصل فيني؟ أمل اتصلت ولما رفعت السماعة صكت بوجهي. أمل ما تتصل فيني. ألو. نعم. هلا يبا. لا أبدا ما أنا معصب، بس الظاهر إن في واحد يعاكسنا. إيه نورية كاهني؟ ليش؟
أي إشاعة؟ أنتو منين وصلتكم أخبار أمل؟ لا يبا بس لا يمكن إحنا نناقش الموضوع هذا بالتليفون. يبا لا ليلى أنا ما أقدر تعبان. ممكن من أجل الجبلة؟ طيب 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 أنا في انتظارك. مع السلامة. متى اتصلت بأهلي؟ أنا ما اتصلت بأهلك. هل منين سمعوا هالأخبار هذه كلها؟ اسأل نفسك. عموما أنا لازم أحط حد لكل شيء. وإذا يكون الحين أحسن. أقوم أحضر لك العشاء؟ أنا ما أبي أتعشى. كثرت بالغداء. هونيها وتهون يا بنيتي. وش أبي أسوي؟ في شيء ثاني غير الانتظار؟ كل الأسرار مصيرها تنكشف. والجذب حبلة قصير يا بنيتي. عموما للحين ما صار إلا الخير. المفروض أروح أراجع المعاملات اللي كلفنا فيها المدير. أحضر لك شيء خفيف تاكلينه بس. لا لا أخذ التليفون معي يمكن يتصل. رجعت؟ وين كنتي؟ الأول أنت وين كنت؟ عند أهلك. عند أهلي؟ شو تسوي؟ أسأل عنك. وصلت هني الساعة 9 ما لقيتك. نطرتك نص ساعة. اضطريت إني أروح بيت أهلك أسألهم عنك. قالوا ما يتني. وكاني رجعت. عسى ما خليتهم يحاتوني. لو كان عندهم تليفون. البركة في أبوك. بس انت تدري ان انا ونورية رايحين الجمعية. الجمعية ساعة. وبعدين؟ وبعدين؟ بعدين اضطريت اقعد مع نورية شوية. كانت تعبانة. تعبانة؟ ايش فيها؟ كنا مارين على البحر. وبالصدفة شفنا سيارة احمد ويامها شرطي. شرطي؟ مو هذا المهم. المهم نورية كانت خايفة على أحمد ولما راحت له شافت معاه وحدة. أكيد أكيد كان مع أمل. أمل؟ من وين تعرف أمل؟ من أحمد وهو يكلمني عنها. من متى تعرف سالفتها هي وأحمد؟ وهو على ما أتذكر تعرف عليها بسفرته الأخيرة يعني من حوالي 3 أشهر. وساكت كل هالمدة؟ إيش تبيني أسوي؟ سجلت يا ريايل ما لكم أمان. والله حالة. هذه محالة من ساعة وأنا أحاول معاش التفاهم. قبل شوي كنت تقول لي ضبطي أعصابك ولا تصرخي. والحين صرت أنا اللي أصرخ مو كذي؟ أفضل لو تقعد ونحاول نتفاهم بهدوء. التفاهم معناه الاتفاق على خطوط عامة. وانتي؟ انا معاك. علاقتنا صارت بحكم المنتهي. طيب وطلاقنا؟ طلاقنا صار امر لابد منه. طيب وبعدين؟ وانا ما عندي مانع اتطلق. ايش تبي مني بعد؟ ما عنديش مانع تطلقين ولا تبين تطلقين؟ ايه وشنو الفرق؟ الفرق كبير. اللي صار لازم اتطلق. ضروري اتطلق. ما
أخيرا هي الوقت اللي نتفق فيه على قضية طلاقنا. من كان يظن؟ هذه حال الدنيا. تذكر لما كنا نقعد علشان نتفق على تكاليف الزواج وتأثيث البيت؟ مثل ما اتفقنا على تكاليف الزواج، احنا لازم نتفق على تكاليف الطلاق. انت بعدك مصر على ان الطلاق فيه تكاليف؟ لازم اعرف انا شنو مطلوب مني. مطلوب منك؟ انت مو مطلوب منك شيء، انا اللي مطلوب مني. مطلوب مني ارجع بيت اهلي. انا اقصد اني او اتكلم عن مؤخر الصداق، عن النفقة، عن البيت، وعن كل شيء. أنا اللي بضحي بأعز شيء عندي، تبيني أهتم بأشياء ثانية تافهة؟ تليفون حقك.
ايا كان رد انتي. انا اعصابي تعبانه. ما لي خلق. الو 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 هذه أمل وكذي؟ أنت ليش تصرين على أسف؟ ليش ما تبي تكلمها؟ كان ممكن تطمنها. ما في داعي تراعي مشاعري. إحنا خلاص. أمل ما تتصل فيني هني. أحلف لك إنها ما تتصل فيني هني. بعدين ما عندها صلاحية على أساس إنها تتصل هني في بيتي. أنت ليش تصر على أن المكالمة مو من أمل؟ أنا واثق إن المكالمة مو من أمل. وانتي ليش تصرين على اساس ان المكالمه من امل؟ انا صدق قلت لك اكثر من مره طلقني، لكني في المرات الماضيه ما كنت جاده بشكل كامل. الليله بس اقتنعت. وانت بعد ما كنت مقتنع بالفكره. ليش؟ لأن هذا شيء مو سهل علي ان احنا نبتعد عن بعض. اقصد الطلاق امر مو هين. للحين ما نمتي؟ ماني قادر انام. موضوع نوريه شاغل بالي وايد. ايش رايك تتصلين بنوريه وتطمنين عليها؟ كم الساعه الحين؟ واحدة وربع. بس اخاف تكون نايمه. ها؟ وبعدين ازعجها. يا معوده تزعجين نوريه شوي احسن ما تزعجيني للصبح. مهما يكون أنا هم مسؤولة عن فشل زواجنا. ما قدرت أكون الزوجة اللي تحلم فيها. ظروف واحدة هي المسؤولة. على الأقل تقدر الحين تأخذ راحتك بصالتك، تقدر تحولها إلى مرسم. هذه أمل. رد أنت. ماكو فائدة. ألو.